مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من امنيات تي في عبر قنوات امني في مقاطعه اونتاريو والبرتا وبريتش كولومبيا رح نبدا حلقه اليوم بفقره شباب نت رح نحكي عن الانتخابات الكنديه نحن الان على ابواب انتخابات مقاطعه اونتاريو بروفنشال الكشنز ومعنا اليوم ضيف من حزب الاندي دي بي من جيل الشباب اسمه رائد عياد رائد خريج جامعة يورك في مجال السياسة العامة والإدارة Public Policy and Management وأيضا حائز على شهادة الماسترز من لندن أكاديمي and Diplomacy الدولية والدبلوماسية رحبوا معي مشاهدينا بضيفنا رائد عياد المرشح عن حزب الاندي بي في ميسيساغا سريتسبل رائد بدي أبدأ معك وأسألك شو يعني بعمرك أنه أنت مجيل الشباب شو اللي خلاك تهتم بالسياسة بهذا الشكل وتنضم بوقت مبكر يعني إحنا الشباب الجالي هون، الجالي العربية كمان، والجالي الكندية لازم نشتغل مع الحكومة، لازم ندخل حالنا على الحكومة، نرفع راسنا، وكمان نرفع صوتنا إحنا، وشو المشاكل اللي إحنا عم نشوفهم يومياً، مش بس الجالية العربية بس الجالي الشباب هون بكندا، نشوف المشاكل في الجامعات، وفي الشغل، وفي يعني الشباب بيشوفوا مشاكل كتير هلا. وانا من انا صغير دخلت حالي بالسياسي يعني يكون اصلي فلسطيني والوالد كان مع الاتحاد العربي وهلا رجع مع الاتحاد العربي ومع البيت الفلسطيني وانا من صغير اشتغلت مع مع المؤسسات هذول ومع الجاليه العربيه تاعنا وبس دخلت على الجامعه بلشت اشتغل على السياسه البلديه هون بكندا وبس خلصت الماسترز قلت بدي احط اسمي وبدي ابلش اشتغل مع يعني هل انت دخلتها بهدف انك تتطلع على مشاكل الشباب الكنديين بشكل عام ولا ايضا بس بدك تعطي صوت للجاليه العربيه او لانه انت كعربي عم بتواجه مشاكل حبيت انك تكون موجود بالسياسه؟ اه للكل هي للكنديين الكل وكمان لنا للعرب احنا بدنا لازم لازم تكون عندنا الشباب والصبايا تاعنا يعني يشتغلوا مع الحكومه لا بدهم يرشوا حالهم لو بدهم يشتغلوا مع مع أنا يكونوا عنصر فعال مع المجتمع الكندي احنا لازم نشتغل مع الكنديين هون وانا هلا مرشح حالي مع مع, الحزب الديمقراطي للان دي بي وعشان اخلي الشباب والصبايا يعرفوا ان احنا عنا امل ندخل السياسي هون وندخل الحكومي على كم كم طريقه يا لو بدهم يشتغلوا على يشتغلوا مع حدا نائب ولا بدهم يرشحوا حالهم يصيروا نائب ولا يشتغلوا بالحكومه نفسيه، يعني في طريقه لنا وانا بدي اكون واحد من الشباب لبدي افتح لهم هالباب لهي الطريقه السياسيه. نعم، طيب شو خلاك تختار الآندي بي؟ ليش مثلا ما رحت على الليبرال او الكونسيرفتيفز؟ اه انا بقول الاندي دي بي هن هن الحزب اللي بيوقفوا مع الشباب، يعني تشوفي مرشحين حالهم في كتار منهم صغار. آ... ولا صارت زي ما صارت في اوتوا بس نجحوا فوق 100 نائب بالانتخابات بكندا في منهم شباب وصبايا وجاك ليتن كمان كان كثير يشتغل مع 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 الجامعات ويجي ويخلينا نتعرف انه احنا عندنا صوت واحنا عندنا امل بهاي بهاي البلد نعم السياسي والحكومي حيشتغلوا لنا كمان عشان هاي الطريقه وكثير كثير جاي من من منه الله يرحمه جاك ليتن بس تعرفت عليه اكثر من مره انه شفت انه هو بده يانا هو كان بده يانا احنا من احنا صغار ندخل السياسي وندخل مع الاندبي ونشتغل معهم وانا بقول الاندبي اللي بيوقفوا معنا اكثر شيء نعم طيب كيف تم اختيارك ل للان بي على اي اساس هم بيختاروك او ذي نومينيت يو لمثلا مقاطعه او لمثلا بلده مسيساجا ستريتسفيل هل انت بت بتختار بلدك او بتختار المنطقه او هم بيختاروك وبحطوك فيها لحتى بس المشاهد يفهم انا انا بختار انا اختارت ستريتسفيل ورحت لهم للحزب وقلت لهم انا بدي ارشح حالي بمسيساجا ستريتسفيل انا ضدي وحده طلع ضدي بس في محلات في مساقي ايست كوكسفيل عندنا كان في اكثر من اثنين ثلاثه مرشحين حالهم ل ل ل ايست كوكسفيل عشان يرشحوا حالهم للانتخابات هاي وبعدين بيعملوا نومينيشن ميتينغ هناك لازم حدا يرشح ال 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 وذي فوت وبعدين بيصير مرشح بتم الاختيار طيب هل بتحس انه بعد وفاه جاك ليتن الله يرحمه انه ممكن تاثر على هاي الانتخابات بشكل سلبي او بشكل ايجابي لا انا ب... يعني انا بقول انه بس توفق جاك ليتن هتكون صعب علينا للحزب يعني احنا ماشيين فورد هلا لا بس عادوا اليوم اول يوم رجعوا على على البرلمان بأطوة كان في يعني بيقولوا هيز يعني كلهم زعلانين نعم. بس حتاخذ وقت لإلنا هون بانتيريو احنا كن احنا ما غيرنا اشي بس جاك كان هون وجاك بعد ما توفى احنا عم نعمل شغلنا زي ما هو بده ايانا كمان احنا حنشتغل عشان ننجح هون بأنتاريو هو شو شو حيعمل انا بقول انه هو حيساعدنا بال بال بالموقف انه بينتخبوا ان دي بي حيرجعوا يطلعوا حينتخبوا على اكتوبر 6 حيطلعوا وحيحطوا اسمهم إذا مش لرائد عياد ولا أندرو هورفات ولا بس حيحطوا عشان جاك ليتن نعم وبس بالآخر أنا بقول إحنا لازم نعمل شغلنا شو عملوا بالبرلمان بأتوا وبس بعد ما توفى أن إحنا ما مش قادرين يعني وقفنا عشان يعني عشان توفى بس رجعنا على شغلنا نعم و يعني اللاجسي وكل شيء اللي هو عملها حتساعدنا أكثر من أي شيء يعني هيك هيك انا بشايفه جاك ليك طيب رائد خلينا نتوقف بس لفاصل اعلاني قصير وبعدها مشاهدينا رح نكمل مع رائد ونشوف شو رح يركز بحملته الانتخابيه ونشوف شو كان رده فعل الان دي بي من الستيتمنت اللي حكاها هاربر عن الاسلام نرجع لبعض الفاصل هالبرنامج عم يتقدم لكم برعاية اندريوس ميديا